everybody and welcome back to my YouTube channel. I'm Aleppa, you can call me Angela. Okay, النهاردة في الفيديو ده هتكلم عن جمل لو قلتها بتدمر اللغة الإنجليزية. أيوة بالضبط، بتدمر اللغة الإنجليزية. والطريف في الأمر إن مش بس المصريين اللي بيغلطوا فيها، ده كمان الشعب الإيطالي، نظرا إن في توافق فظيع ما بين الشعب المصري والإيطالي في بعض المصطلحات والتعبيرات والاساليب وكل حاجه، تحس ان احنا زيتنا في ايدينا قوي. فلو انت بتتعلم انجليزي او لو انت بتتعلم ايطالي جنب الانجليزي، ركز جدا في الفيديو ده علشان ما تغلطش في نفس الاخطاء اللي احنا بنغلط فيها في العامه، بمعنى ما تغلطش غلطتي. So are you ready? Let's get started. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الحلو، انزل حط لايك دلوقتي للفيديو، اعمل سبسكرايب للشانل لو انت اول مره تشوفني، وفعل الجرس بالمره علشان يوصل لك اشعار بكل جديد، لان في ناس كتير بتشكي ان الفيديوهات اللي بنزلها على القناه ما بتوصلهمش عشان انت ما فعلتش الجرس. فلايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس، ويلا بينا نبدا الفيديو. والله انا نسيت الشنطه بتاعتي، بس انا يعني بحب ارحم اللي قدامي وكمل له الجملة كاملة، بحب ادي عقد نافع. انا كمصري بحب ادي عقد نافع. انا نسيت الشنطة في العربية، تمام كده. ونفس الجملة بتتقال في الايطالي بنفس الطريقة، او دي من ديجا عطو لامي بورسا يمعكنا. بس لو انت رحت بقى تقول نفس الجملة بالترجمة الحرفية في بريطانيا، فانت بتغلط غلط شنيع. ليه بقى؟ هقول لك ليه. علشان الفيرب اللي هو forget اللي هو في الماضي forgot، ده لما بيجي يتقال مش بنذكر معاه المكان اللي انا نسيت فيه الحاجه. بمعنى فور اكزامبل، عشان ابسط عليك الدنيا، انا كآلاء نسيت شنطتي في العربيه، فهقول انا نسيت شنطتي في العربيه. لما اجي اقولها بنفس الطريقه بالانجلش هقول I forgot my bag in the car. بس ده غلط. ليه؟ لان فعل forget مش بذكر معاه المكان، مش انت مش مجبر ان انت تذكر المكان اللي انت نسيت فيه الحاجة. فلو انت عايز تذكر المكان خلاص، نقح عليك ان انت تذكر المكان وهتموت وتدي عقد نافع. في حل تاني ان انت تستخدم الverb اللي هو leave، فتقول I left my bag in the car. انما مسمعش forget دي خالص ومعاها مكان خالص، عشان احنا كده بنخترع لغة جديدة. قبل عندكم نفس الموضوع ده بقى بالايطالي. بصوا خليها احسن بالايطالي علشان في متابعين طلعينا بيشوفوني هنا. semplicemente stavo dicendo che se voglio dire che ho dimenticato la mia borsa in macchina, ma in inglese non devo dire proprio così che I forget my bag in the car, perché non si può utilizzare il verbo dimenticare, cioè forget in inglese, specificando il luogo in cui hai dimenticato la cosa. Invece devi utilizzare un altro verbo, che è il verbo lasciare, leave. Quindi invece di dire I forget my bag in the car avresti dovuto dire I left my bag in the car, eccetera eccetera. Va bene, تعالوا اخدكم على الخطأ التاني، هو ظريف شوية. صاحي مقريف مش طايق نفسي، طالع بجري وبقول ان شاء الله انا هوصل بدري علشان انا خارج بدري، بس تعملها معايا زحمة المواصلات متأخر ساعة ونص على المحاضرة، ادخل اقول للدكتور انا اسف للتأخير. نفس الموقف لو اتعاد في ايطاليا هقول نفس الكلام، سكوزاتي مي بير اللي ريتاردو. بس اوعى اوعى تغرك لغتك، اوعى تقول I'm sorry for my late. انت المفروض تقولي I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. انا متفقة معاك كل الاتفاق ان في مصر بنقول انا اسف على تأخيري، وان في ايطاليا بيتقال سكوزاتي مي بير اللي ريتاردو، بس المتحدثين الانجليزية بتتقال I'm sorry for being late. كلنا متفقين كده ان بيجي علينا وقت في عز الصهد بتطلع لنا جنونة في دماغنا ان احنا نروح نصيف. انا عايزة صيف، فمخي بيترجم بكل سهولة كل الكلاكية اللي انا قلتها دي بجملة بسيطة سلسة جميلة. انا عايز اروح البحر، انا عايز اصيف في البحر. نفس الجنونه دي لو طلعت لواحد ايطالي هيقول فاليو انداري الماري، اللي هو انا عايز اروح البحر. بس الغلطه الكبيره اللي ممكن ترتكبها بقى ان انت تروح تقول نفس الجمله لواحد انجليزي، فاللي هو يقول لك ايه، ايوه يعني انت عايز ايه، انا عايز اروح البحر، ايوه انا مش فاهم انت عايز ايه برضه.
ليه؟ لان هم ليهم استخدام تاني خالص، ما بيقولوش I'm going to the sea خالص، بل بيقولوا I'm going to the beach. كده نكون ذكرنا ثلاث جمل مشتركة ما بين الشعب المصري والشعب الإيطالي، الاثنين بالصلاة على النبي كده متحدين في عمل الأخطاء وكده، يعني احنا مبسوطين ببعض قوي. ده اللي هو يعني عيشة شافولة يموت احنا الكل. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بحاول ان انا اسرد بطريقه مختلفه شويه مرحه علشان المعلومه تثبت. فلو عجبتك شكرا، ولو ما عجبتكش شايفاني عاجبني وكده، ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس. انت ما عملتش لايك من اول الفيديو، ها ارجع حط اللايك بقى. يلا واستنوني في فيديوهات جديده، والقناه دي قناتي الجديده، ما تنساش ان انت تشترك فيها، عليها محتوى مختلف تماما بس هيعجبك انا متاكده. اعملوا سبسكرايب للشانل دي، والشانل دي تقدم كورسات مجانيه 100% ليها علاقه بالفوتوشوب والمونتاج. انا شخصيا بتعلم منها، اتعلمت منها الانيميشن وتعلمت منها المونتاج وبتعلم دلوقتي الفوتوشوب، فبشجعك ان انت تشترك فيها. شغلانتي الأساسية أصلاً إن أنا Italian Instructor. عندي كورسز موجودة بشكل مجاني على الشانل هنا، لو أنتوا دخلتوا شفتوها هتستفادوا منها جداً. لو عايزين كورس بروفيشنال أكتر بيبدأ من الصفر للبيجنرز بشكل عام، هتلاقوه على يوديمي. أنا عاملة فيديو كامل بيتكلم عن الكورس ده، شوفوا اللي يريحكم واتجهوا لي بس كده. لف لفة حلوة في القناة هتلاقي فيديوهات هتعجبك جداً 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 من مجالات مختلفة. ولو عايزين فيديوهات من هذا القبيل قولوا لي في الكومنتس وبس. تشاو.